تجرب. آه بس لا والله أنا ترى والله يا عيال اسمع اسمع والله إيش سوي يا أخي غلط سوي. دقيقة دقيقة أنا عندي مبادرة. إيش رياليتي نسوي متجر عثمان وأحمد عشان مبيعاتهم تزيد وما يغادرون. تم تم والله اني ما حتى ترى انا عندي احساس والله كلهم راح يرجعون ان شاء الله ان شاء الله عشان نحن نساندهم لانهم والله ما يستاهلون ترى انهم ليش نساعدهم انهم لهم اثرهم الكبير في البرنامج. عثمان ايش متجره؟ اثنين عنده صح ولا لا؟ واحمد عنده اي كلين. انا مستعد اني يوميا انا اسوق لمتجر احمد واخلي متجري. تم احنا كل ما نسوق خلاص قدام والله نوقف احنا ما في يدنا ولا ايش نسوي؟ في يدنا نسوي ذا الشيء بس. حتى انا بعد اطلب يعني الجمهور اللي برا حتى الجمهور اللي برا وجروبات الدعم انها تقف معهم لانهم إيه؟ يعني ما يستاهلون ان يطلعون برايم زي كذا شكل الانجاز ما شوف. حتى لو خذوا شوف عيال احنا بنتكلم عن جانب بنخلي جانب لسنا ضد قرار اكيد صح صح ولا صح ولا احنا لو نحن راضيين على القرار رضا نفسي داخلي يا مسلم مو بكتب احنا ضد القرار لا محب إيه هذا القرار صار إيه مصدق انت احنا علينا الرضا وعلينا ذا احنا احنا محترمين القرار احنا القرار وكل شيء والامور تمام غصبا عنا نحترم ذا ليش نحن وقعنا عقود اننا اي قرار يصدر مو موضوع ما ناقش وقعنا عقود يا اخي هذا اساسا يعني مرجلة وادبا انا خلاص قرار من ادارتك يا اخي انك تحترم هذا القرار مؤيد الحمد لله مؤيد اللي صاير الان وشو جروبات الدعم كان ابو عمر ثمه ايوه مؤيد وبشده توقف انا توقف مع تاجرهم مع متاجرنا ايه توقفون مع متاجرهم مع الاكواد حقتهم صح لا ايوه لازم احنا نتكلم لازم احنا والله ما يهون والله لكن شاد نشري الربع ما يهون علي لكن شاد نشري الربع اليومين هذه الى البرايم اعطوهم جوهم خلوهم يقدمون كل اللي عندهم خلوهم يدهلون كل اللي يتوقف تتوقف المتجر بكره ينتهي يوم الجمعه المغرب يوم الجمعه المغرب صح يوقف يبيها من الليله نبدا معها يوم ثلاثاء اربعاء يقدرون يقدرون يا اخي ما شاء الله احمد وعثمان ما شاء الله تبارك الله عليهم ما عليهم خوف بس احنا لما نوقف معاهم نبين لهم انه احنا على قلب واحد نوضح لاحمد وعثمان انه احنا معاكم مهما حصل داخل برنامج احنا معاك والله شوف الميزة اللي كسبتها في البرنامج والله ما اقولها مجاملة اخوة كذا كذا اخ يد بيد والله اني رحت بيت انا ابغى انام اني ما قدرت انام والله يا جماعة ما حلفتني اني ما قدرت انام ليش متخيل جنبي فهد بن فارع وجنبي اورنس فجأة الحالي في غرفة يا ولد فين فهد بن فارع طشني بواحد ورس يزبطني يعني اكتب بس اني ما احب ابي نفسك انت وياه بدون ما تفك الرباط علي حجلني تدخل انت وياه